نهاد، تعقيبك على المشروع القانوني. أنا قريت القانون بتاع حزب الوفد والحقيقة في 60 مادة. 60 مادة؟ لا، هو القانون أكتر، هو 100 حاجة و50 مادة. منهم 60 مادة بتعاقب الأم أو الست إذا فكرت إنها تتجوز، وإذا فكرت إنها بعد ما تتجوز تعترض. والقانون إجمالا هو واقف، هو رجع للقانون الأحوال الشخصية بتاع 1920 ولغى كل شيء بعد منه. كل شيء، كل تعديل. يعني سيادة النائب المحترم بيقول لك إيه، إحنا بس نزلنا الحضانة 9 سنين وعملنا المش عارفة الرؤية إيه وبتاع. لا، هو الحقيقة بدءا كده من إن هو لغى كل القوانين، لأن لك القانون ده بيلغي أي قانون قبل منه، فلغى التعديلات اللي اتعملت سنة 1985 فيما يتعلق بسن الحضانة، لأن كان سن الحضانة 7 سنين للأولاد 9 للبنات، في 85 اتعدل بقى 10 ل 12، في 2000 اتعدل بقى 15. كل ده اتلغى. طب تمام، في الأوامر على عريضة اللي هي الحاجات اللي بناخدها من القاضي بسرعة، عمل إيه؟ شال التمكين من منزل الزوجية ووداه لمحكمة جديدة هم بيقترحوها اسمها المحكمة المستعجلة. إجمالا كده، إذا ما حصلش وفق ما بين راجل وست، الوفق ده ممكن يبقى على إيه؟ في باب النفقات في المادة 109 قال لك إنه لا تسقط نفقة الزوجة وعلى زوجها حتى لو كانت موسرة. كويس. إنما لو هو شايف إن شغلها ضد مصلحة الأسرة وهي أصرت تسقط النفقة، ده المادة 109. فأول أول مشكلة تحصل ما بين زوج وزوجة إنها مثلا تبقى عايزة تشتغل وهو مش عايزها تشتغل أو غيران إنها ناجحة أو كذا، لو هي أصرت وهو شاف إنها تقعد في البيت عشان شغلها ضد مصلحة الأسرة يسقط عنها النفقة. مين اللي يقرر مصلحة الأسرة؟ أدي أول نقطة. طب لو هي ما عجبهاش الكلام ده وقررت تروح تعمل خلع، كويس؟ دخل في الخلع يؤدي الى تنازلها عن كل شيء بما فيها قائمة المنقولات. يعني ايه قائمة المنقولات دي يا جماعة؟ اللي هو عفشها اللي هي جميلة، اللي هو 3/4 الستات الغارمات هم مسجونين علشان كانوا بيجهزوا بناتهم، لانه المهر خلص من زمان، مفيش حد بيدفع مهر. فدخل قائمة المنقولات، ما كانتش ضمن الحاجات، قال لك قائمة المنقولات تعد مهرا وبالتالي تسقط. طب لو قررت انها ما تعملش خلع عشان ما تخسرش الجلد والسقط زي المصريين بيقولوا، هتروح تعمل طلاق، عليها انها تروح مكتب التسويه، ومكتب التسويه ده بقى بالاضافه للاخصائي الاجتماعي والنفسي زودوا عليه رجل دين وقانوني مختص ورئيس المكتب، والمفروض يعملوا التسويه، ولو فشلوا في الصلح ما بينهم يقدم الاربعه دول اللي هو الاخصائيين الاجتماعي والنفسي تقارير معتمدة من طبيب نفسي، دي المادة 11 من القانون، ورجل دين والقانوني المختص ورئيس، الأربعة دول يقدموا تقارير للمحكمة فيما لا يتجاوز 7 أيام. كويس إن أنا أحط أجال كده عشان أسرع، ده حاجة كويس. طب لو ما قدموش، فيش أي حاجة.